الأسد قد حزم أمره قبل ذلك على ما يبدو، أي أنه اعتبر بأن السبيل الوحيد للتعامل مع هؤلاء الناس هو العنف على الدوام. بشار الأسد هو من منح الجولان لإسرائيل. سنقول بأن المسؤولين في البيت الأبيض على وجه الخصوص كان لديهم إيمان راسخ بعدم بقاء بشار الأسد بعد تلك الانتفاضة،